مرات بتمنى ارجع اكون ولد صغير، كان ينحكى لنا الاشي مرة واحدة بس نحفظه، تسمع الاغنية مرة واحدة تعلق في مخك، فيش عوامل تشتيت زي هلا، والحلو بالموضوع اذا حفظت اشي وانت صغير خلص بضل هون، فاحكولنا شو في اغنية معلقة براسكم من وانتو صغار؟ سؤال لولبي، شو في اغنية علقة براسك وانت صغير لهلا؟ بابا جاب لي بالون. غني لي اياها طيب. يلا. بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني، اصفر واحمر اللون يا عيني يا عيني. شفتها بشارع الحمراء لفارس كرم. طب غني لنا اياها. اذا ما غني ما بعرف، مش حافظ. غني لنا اياها. والله ما حافظها. اسمع علقة براسك لهلا لسه بتحبها؟ ايه بحبها. تسمعها كل وقت؟ ايه. ابطال الديجيتال. اغنيه ابطال الديجيتال مش حافظها انا بس بتذكرها يعني. هزيم الرعد. هزيم الرعد يعني كان جزء برضه من حياتنا. هزيم الرعد اشرق يا رادي ابطالا و... مش حافظهم بس انا مش حافظهم بس معلق اللحن في راسي بصراحه. سؤال لولبي، شو في اغنيه كنت تسمعها زمان ولسه معلقه في راسك من وانت صغير؟ الله يحمينا عيني رفعت برهان البندورة الحمرا شو هقول لك؟ بغني لي اياها. لا يا اخي بغنيش انا. يلا يا انسان. بغني انا وياك. بشر دهائيت والله بتضرب الصافحة. يلا يا زلمة. انا البندورة الحمرا. مزروعة بين الخضرة. صرنا ناكل اخضر اخر اشي. وتصير عيونك. صافحة. تصير خدودك. حمرا. شعرك معي تعيط. لا انا انا حافظهم هدول. حيام الله يا عمي. هي اغنية لتوبيك حاج. والله إذا أمي بتيجي هاي. شو بتحكي الأغنية؟ لا مش حافظها كلها، مش راح اغنيها. طب يعني اعطيني بس لحن هيك امسكها. All eyes on me بتحكي انه كل العينين علي لما قبل ما يموت هو غنيها. حلم العربي. غني لي اياها. مش حافظ كثير منها. هذا حلمنا طول عمرنا. الصوت مش حلو والله. كلنا كلنا تزعلش مني. سؤال لولبي، شو في خرافة كنت مصدقها زمان وانت صغير وبس كبرت اكتشفت الحقيقة المرة؟ لا لا ديب هذه. كنت مصدق القصة؟ لا ايه وانا صغير كنت مصدقها ولا ما كتبت ماشي وانت صغير كنت مصدق قصة ليلى والذئب؟ والله بالله عليك. الوحشة جايوك لك. شو يعني؟ تكون تعيط او تغلب تقول لك هاي الوحش اجالك اجايوك لك. فتسكت. ولا حرف. تقطم. كان احنا بيتنا جنب مقبرة فكانوا يحكوا لنا ما تروح على المقبرة. راح يطلع لك ابو جراي مستوخه. اوكي احنا كبرنا وسافرنا وطلعنا وما طلع ابو جراي مستوخه. انت كنت تخاف بوقتها من هذا الموضوع؟ صغير ايه بس حاليا بروح على المقبره عادي ما في مشكله. سؤال لولبي، شو في خرافه كنت مصدقها وانت صغير وبس كبرت اكتشفت الحقيقه المره؟ والله هذا امي كانت تكذب علينا بس بنفس الوقت كيف بدي اقول لك هي مش كذبه كذبه بيضاء. كنا زمان نصوم انا واخي تقول لنا اذا صمتوا لاخر نهار الملائكة بتحط لكم مصاري تحت المخدة. آخر إشي لما كبرنا طلعت أمي الملائكة طلعت هي بتحط لنا المصاري عشان نقدر نصوم. هاي بتشجعكم بطريقة حلوة. والله الضبع بستناك كان تتأخرش بالليل. كانوا أهلك يخوفوك فيه؟ طبعاً شوف عشان ما تأخر في الليل. سؤال لولبي آخر. سؤال لولبي، شو في خرافة كنت مصدقها وأنت صغير وبس كبرت اكتشفت إنها فستق فاضي؟ لما خلص تخلص التوجيه بتهون تدخل الجامعة بتتوفق بتزبط. بعرفوش انه راح ياكلوا كتل من هلا للعراق. المشكله بس يخلص التوجيه بيحكوا لك عقبال الجامعه. أيوة. بس تخلص الجامعه بيحكوا لك عقبال ما تتجوز او عقبال الوظيفه. بس تتوظف بيحكوا لك او لا الجيزة. لسه في قصه ثانيه حاج. في قصه انه بتهون العشره اولاد الحرام. طلعت لا بتهون اولاد الحرام اكثر من اولاد الحرام. على الحجه طلعت تحكي صح بس شوي غلط في هذا الموضوع.